السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم إخواني وأخواتي، الله يجازيكم بخير. أنا مديوم وطايع لي الديم وبغيت نصيفط هذا الميساج وما كرهت يشوفوا زلالة الملك محمد السادس نصر الله، هو اللي تبقى فيه الشعب دياله وتبقوا فيه وليداته. من غير زلالة الملك راه والله ما يبقى فيه شي واحد ولا سفيك. زلالة الملك محمد السادس نصر الله، الله يخليك لنا والله يشافيك لينا. بغيت مكرهت صيفط بحث المسؤولين يزوروا الجهة ديال عمالة بني ملال ولا الجهة ديال بني ملال كاملة اللي نايضة فيها فوضى. راه ما كاينش على المهربين ديال المخدرات ولا المهربين ديال البرنماليين ديال وجدة ديال دار بيضاء ولا ديال الرباط. تعالوا ديروا سيط ليلة عندنا كما قالها العقاوي ديال شوف تيفي البارح. تعالوا ديروا عندنا سيط ليلة. الجهة ديالنا اللي نايضة فيها الفوضى، لا سبيطارات، العيالات تيولدوا في الخلاء، الناس تيموتوا في الخلاء، ما كاين لا أطباء لا فراملية، ما كاين حتى شي حاجة. هاد الميساج بارطاجيو باش يلحق لجلالة الملك. جلالة الملك راه حنين، راه والله ما يخلي عليكم الجد. وراه لا 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 جهة عندنا، لا كل شيء، لا إلى جماعة. فينا هي الجماعة؟ فينا هي القيادة؟ فينا هي لابريغاد؟ فينا هو رئيس الجماعة؟ فينا هي الجماعة ديال البرادية اللي الله علم خرجوا ليها 4 الملاير من الجهة ودوار ولاد عمر خرجت ليه 45 مليون باش يديروا ليه واحد المشرب، ماشي تا القودرون، يديروا ليه مشرب غادي مع الفراغة. الفراغة من عند القودرون تيخرج برا، الله علم فيه حوالي ما كاملش كيلومتر، خرجوا ليه 45 مليون وعوضوا 6 مليون ولا 7 وداروا ليه واحد الكرافيت تتسحب راسك والله الا غادي بحال راكب على كيكه. انت غادي فوق هذا القدرون هو تيتحترف، انا زاني بحال كيكه بحال الحرسه تيتحترف عا بوحدو. ما كملش الاخوان عام الدوار ولاد عمر اللي ساعله فيه بوله وبوله ما ساعلاش. ها فينا هما هاد، فينا هما هاد رئيس الجماعه، فينا هو هاد رئيس الجماعه، فينا هما هاد البرنامج اللي الجهات تعطيهم الفلوس. وتخيلوا المنظر، حنا على الابواب ديال 2024 لليوم 29 ديسمبر 2023 و24 باقي لها 4 ايام وباقي الناس حاساكم وعزكم الله، باقي الما ديال الطواليت دايرين ليه حفره. ملي تتقرع الحفره مع الصباح تتصحاب على شي واحد في ولادك صباح ميت، تتصبح تحسب في الدراري يا ربي شكون اللي صباح ميت، وهو راه على الحفره خامسه. واش حنا في 2024 وباقي الدواور دايرين لهم الحفاري قدام الديور؟ وفينا هي الفلوس اللي تتخرج الملاير تتسمع 4 الملاير 5 الملاير؟ عاف الارقام، على الارقام، على الحساب وخاوي ما كاين حتى حاجه. اخواني اخواتي بارطاجيو، الا كنتي ملالي ومغربي حر ما تخليش الفيديو عندك وبارطاجيه. راه الدواور ديال اقليم بني ملال لولاد مسعود ولاد علي ولاد احمد ولاد غالم ولاد عمر راه ما كاينش يدور لي في واد الحار عباد الله. وقالوا لي الدواور الاخرين راه حفرون في فم واد الحار. والدوار عندنا حنا ولاد عمر ما تساراوش، حكا سمع عندناش اللي هضر علينا، ليه هضر علينا في ولاد عمر؟ ما كاينش، ما عندناش عضو في الجماعه، عندنا اصحاب. لا 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 علي تيعطيو الفلوس ويسكت، ما كاينش شي راجل اللي يهضر في الجماعه، ما كاينش. اخواني اخواتي الا كنتي برداوي ابارطاجي الفيديو، الا كنتي ملالي بارطاجي الفيديو. الجهه ديال بني ملال مكراس يا المسؤولين، الله يجازيكم بخير يا جلاله الملك محمد السادس نصره الله، الله يسافيك لينا والله يحفظ لنا الامير ديالنا مولاي الحسن والله يحفظ لنا لاله خديجه. الله يخليك لما صيفط بحد المسؤولين يديروا واحد الليله في الجهه ديال بني ملال. راه السبيطارات والو، راه كاين على السيكوريتي، راه ما عندنا لا سبيطارات لا قياده لا جماعه، راه ما كاين على خوليك. ها عندك شي واحد في الجامعه ولد خوك راه ينطي ليك ولا ولد عمك تقول لك خوك في السماعه ما عمرك تخاف. ما عندك حتى واحد، راه ما كاينش اللي يدافيك. والله تنترزاو الله سبحانه وتعالى وتنترزاو جلاله الملك محمد السادس نصره الله. اخواني بارطاجوا الفيديو، راه لنلحق هذا الفيديو لجلاله الملك محمد السادس نصره الله، والله بني ملال ترد لكم الجنه، راه بني ملال جهنم.